اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناصر طاقم تحكيم نرويجي لطاقم ساحه بقى للنرويجي وايضا طاقم كرواتي في تقنيه او مسؤولي تقنيه البعد. كابتن ساحه تماما هتكلم في ثلاث نقاط محددين كابتن اسلام سريعا كده عشان خاطر وقت البرنامج. نمره واحد بنتكلم على عامل السن، هو عنده 41 سنه يمكن النهارده هو الحاجه اللي هتفيده النهارده هو الخبرات بتاعته كحكم. النهارده 41 سنه يعني فضلوا 4 سنين على انتهائه في القائمه الدوليه، دي نمره واحد. نمره اتنين حاجه مهمه جدا النهارده هو هيبقى محظوظ بيها كابتن اسلام، وهو وجود الفي اي ار او الفيديو اسيستنت فري هيكون معاه النهارده. هو مش قلقان، يعني هو مش خايف ومش قلقان. ليه؟ لان النهارده اي قرار او اي حاجه هتفوت منه او هتبقى غايبه عنه هيبقى النهارده الفار سبورت ليه في كل القرارات اللي هو بياخدها، وبالتالي النهارده هو مش بيلعب المباراه تحت ضغط او تحت اعصاب، لان اي حاجه هتفوت منه هيبقى موجود مع الفار. على الرغم من النهارده احنا بنقول ان هو كمان بنقول للحكم دايما يا كابتن اسلام في لو في فار من فضلك ابتدي اشتغل على نفسك، شيل من دماغك ان الفار موجود، شيله خالص من دماغك. يعني ما تعملش حسابك ان الفي ار موجود بالظبط، لان انت لو عملت حسابك ان الفار موجود هتبتدي تتكاسل وابتدي ممكن ما تروحش في المكان، ممكن ما تروحش في الزمان. وبالتالي ارجع بقى للفار. وبالتالي انا بقول النهارده احنا انا من وجهه نظري النادي الاهلي النهارده بيتميز باللعب النظيف، والنادي الزمالك بيلعبوا كوره جميله جدا، فدي حاجه من الحاجات اللي هي هتبقى لصالحه اللي هي كابتن اسلام. مفيش لعب عنف، مفيش لعب فيه خشونه، وبالتالي دي هتبقى سهله بالنسبه له. زي ما قلت تاني بنقول نتمنى ان هو يسهل المباراه، ونتمنى ان احنا نستمتع باداء التحكيم وهو يستمتع كمان، لان الحكم النهارده لابد ان هو يستمتع ويخلي كمان المتفرجين النهارده يستمتعوا، خاصه ان هي دي مباراه كبيره ما بين الاهلي والزمالك، وزي ما حضرتك شايف الدنيا كلها مستنيه. سريعا جدا كيف يمكن او الاربع نقاط مره اخرى اللي بيتم تطبيق الفي ار فيهم؟ قلنا الفار بيتدخل في هدف من عدمه او هدف او مش هدف، وقلنا الهدف سريعا كده ممكن يجي هدف في مخالفه مسبوقه فيه، ممكن يجي هدف نتيجه الكره عبرت، ممكن يجي هدف نتيجه التسلل. يبقى هو نمره واحد هدف او مش هدف. نمره اتنين ركله جزاء كابتن اسلام هو حسبها، ممكن المكان هي من بره وهو خد القرار هي من جوه، هنا الفار بيتدخل بيقول له ان المكان من بره هدف من عدم وركله جزاء من عدم مش ركله جزاء. بنيجي البطاقه الحمراء اللي هي مباشره وليس الانذار الثاني. تمام. الحاجة الرابعة بنتكلم فيها الهوية المفقودة أو البطاقة المفقودة، أنا بدي إسلام وهو مش إسلام اللي ارتكب المخالفة، هنا الفار بيكلمك يقول لك لا ده اللي ارتكب المخالفة مثلا رقم 5 مش إسلام، بتصحح وبتدي القرار الصحيح. إذا هم دول الأربع حالات فقط اللي بيتم فيهم تطبيق أو تطبيق تقنية الفار، وزي ما قلنا إن فلسفة الفار كابتن إسلام دي آخر حاجة بنقولها للجماهير، إن إحنا بنقول إن الفار فلسفته التدخل الأدنى والفائدة الكبرى اللي هي من خلال تصحيح قرارات الحكم، ومن خلال الفير بلاي، ومن خلال إن هي عدالة تحكيمية تؤتي ثمارها في نهاية المباراة. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، إن شاء الله نلتقي بعد نهاية المباراة. إن شاء الله كابتن إسلام، إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس، هطلع أشوف تقرير عن الأهلي يستعد لحصد لقب السوبر.